كارم برنامج 7 على 7 ثقافة لا يزال يواصل رحلته معكم مشاهدينا على كارم بمزيد من الأخبار الثقافية. وطبعا وصلنا إلى المرحلة الرابعة من عمر البرنامج ضيف الأسبوع، والحديث اليوم مع ضيفنا الكريم سيكون عن، طبعا اليوم هو اليوم المصادف لطبعا حقوق الطفل، طبعا هذا اليوم الذي سيحييه ضيفنا الكريم من خلال حفل فني بهيج لفائدة الأطفال. ربما عرفتموه، هو الفنان الشاب يزيد. سيد الكريم، أهلا وسهلا بك، الله يسلمك. سعداء جدا بحضورك معنا في 7 على 7 ثقافة. أنا أسعد، نعم، ولكن عبارك الشاب يزيد من بعد خلاص صراحة الشاب يزيد، خلاص دول يزيد كولتها. عمو يزيد. عمو يزيد نعم يعني حتى أصحابي ولا أصدقائي كلما يكلموني في التليفون ولا ألو عمو يزيد. خلاص نحيو الشاب يزيد، خليه لا لا مع عمو والله يزيد. أنا نعتز بكلا نعم الجمهورين، يعني فعلا، والله الجمهور أعطاني سعادة كبيرة، يعني نعم الجمهور سواء الأطفال ولا الجمهور العريض، نعم يعني الواحد يعتز دائما نعم بهذا الجمهور هذا. وحتى كثير ربما الجمهور اللي يتابعوا أخبارك يقولوا أشهد النقلة النوعية ليزيد، من الغناء للمرأة مباشرة إلى الغناء للطفل، يعني وكل ربما حتى إنتاجاتك الجديدة كلها صببت فيها اهتمامك للطفل فقط. بالضبط بالضبط، راح شويه الاهتمام تاعي للطفل، ولكن مليح وكنرجعوا شويه للوراء. نعم، انا مسيرتي مع الاطفال بدات في اول جوان 1998 98 وين نعم قمنا بجوله وطنيه لفائده الطفوله المسعفه. في هذاك الوقت زرنا كاع المدن اللي كانت متضرره بالارهاب في هذاك نعم الوقت، ولكن ما كنتش نغني اغاني الاطفال. سنه 2001 تلاقيت مع بالقاسم زيتوت اللي طرح لي هذه الفكره، هذه قال علاش ما نديروش اغاني الاطفال وكامل. قلت له هذه اللي نحوس عليها لاني ندير جوالات الاطفال ومليح ان تكون عندي اغاني الاطفال. عملنا البوم ماما، ومن بعد 10 سنوات يعني كنت ندير احتفالات الاطفال، نروح لجمعيات المرضى بالسرطان، جمعيه الطفوله المسعفه وكامل، ولكن ما كانش عندي فكره ان نتخصص في المجال هذا. وفي سنه 2012 اصدرت البوم مدرستي اللي فيه مدرستي، جدتي، رجل اطفاء، محفظتي وكامل. هذاك الالبوم نال واحد الاعجاب كبير ولكن بدون تخصص كذلك. وبقات الفكره نتاع الحصه التلفزيونيه تراودني هكذا، حبيت نعمل فضاء، يعني فضاء احلام للاطفال كما كنت انا صغير كنت نحلم به. يعني كلنا كبرنا بحصص الاطفال، ترعرعنا عليهم وكامل، نحبوا الطبيعه، نحبوا اذا عملنا لهم ديكور هكذاك شغل جميل. طيب اليوم ربما بعد مغادرتك ربما النهار مباشره الى قاعه ابن زيدون حتى تحيي حفلك البهيج اللي راح يكون خصيصا للاطفال في يومهم العالمي، حدثنا عن هذه المبادره اللي قام بها طبعا عمو يزيد ليس الشاب يزيد. بالضبط، نعم. هي على كل حال يزيد معروف انه كل اول جوان يعمل حفل كبير. نعم. العام اللي فات كنت رافقتونا في جنين تونس بلدية نعم الابيار، وان كان حفل من اروع ما يكون. حبيت هذا العام نحتفل انا لاول مره بهذه المناسبه اللي هي الذكرى لامضاء ميثاق حقوق الطفل نعم في الامم المتحده، نعم، سنه 1989 هذا نعم ذكرى 26. حبيت نتوقف عندها باش الناس تشوف يزيد ك يعني ماذا بيا تشوف العرض تاعي كرساله، يعني وعملنا دخول مجاني للاطفال والاولياء، لاني حبيت نمرر الرساله كذلك للاولياء، لان تربيه النشء مسؤوليه الجميع. كاين هذا في الفتره الاخيره كاين واحد العقليه ركبت الجزائريين انه هذاك وليد الاخر، ايه هذاك ولد الاخر راك فاهم، قالوا لك بكري احنا نشفاو، يعني الجار يربي، ينهي العم، الخال، الجد، المجتمع كله يشارك. بالضبط، حبيت نتجاوزوا هذه العقليه هذه ويرجعوا كاع الاطفال هذو ولادنا، وليد جاري وليدي، وليدي وليد وليد جار، يعني نحيوا قليلا الانانيه احنا وحتى بكري تعم الفائده للجميع. كنا كي نرجعوا مثلا من المدرسه الام ولا الوالد ماهوش في البيت نروحوا عند الجار مباشره، يعني حتى الام ما تكونش كاع مقلقه، يعني على بالها بلي تروح عند الجار تاكل تشرب يتهلاو فيك راك تشوف تلفزيون ولا تلعب مع ولادهم ولا، يعني هاد دوك حبيت نتكلم مع الاولياء نعم شويه. طيب يزيد، ربما الكل يتساءل يا دروش البرنامج اللي محضره يزيد طبعا لصباحة اليوم، يعني على ماذا ستركز نشاطك طبعا؟ على الغناء فقط او فيها عروض؟ لا لا فيه عروض، فيه نعم عروض، فيه عده
عدة فئات، جبنا فئات مثلا لي زونفون تريزومي كذا راح يجوا يغنوا كذلك، جبنا فرقة من الكشافة، جبنا فرقة تاع الحماية المدنية الصغار، جبنا مجموعة صوتية، جبنا ساحر على ألعاب الخفة، جبنا كاين فريستايلر يدير الفريستايل أمير، كاين عدة برامج اللي إن شاء الله زيادة على الأغاني وعلى الألغاز والنكت وين الأطفال راح يشاركوا كذلك راح يغنوا كذلك الأطفال، راح نشوف اللي عندهم موهبة في الغناء تاني نطلعهم. كاين مسابقة تاع رسم وأحسن رسم راح ينال جائزة. والشيء الجديد كذلك أني عملت حفلين على بالي بالقاعة بالك ما تكفيش، دونك كاين اليوم حفلة على 9:30 وغدوة كذلك حفلة على 9:30، وإذا كانت لازم الأمر نزيد لهم الحفلة العشية ماشي مشكل. يعني دائما يزيد احنا في الخدمة يعني. نعم. طيب يزيد، أنت تشوف الطفل الجزائري الآن يعني في كل ربما ما يعيشه الطفل ربما معه، هو واحد من المجتمع طبعا، المجتمع الجزائري يعيش تغيرات مستمرة، يعني تشوف أن الطفل ما زالوا أنه تستهويه مثل هذه العروض في خضم ربما كل التكنولوجيات اللي توفرت له، يعني في البيت يقدر يشاهد رسوم متحركة، يقدر يشوف أفلام، يشوف ربما يلعب ألعاب، يعني تشوف ما زالوا أنه هذه الأفكار تستهوي الأطفال ولازم نرجع لها حتى ربما ينشأ الطفل في بيئة يعني كلها ثقافة وإبداع. يعني كاين ناس لأني فاتح أنا عبر موقع الانترنت عمويازيد.com التسجيل، كاين ناس سجلوا هكذا باش يشاركوا في الحصة يعني، وكنا كلمناهم بالهاتف باش يجوا للعرض هذا. كاين ناس من تبسها مثلا تقول له سامحني انتم راكم في تبسها ان شاء الله نجو نزوركم، يقول لك علاش انا جزائري، قول لي برك وقتاش، دونك راهم جايين. كاين ناس جايين من تبسها، جايين من مسيله، جايين من وهران، جايين من سيدي بلعباس. الظن انت باللي هاد الناس هادو الاولياء اللي راهم جايبين الاطفال، ولا الاطفال اللي جايبين الاولياء؟ على ما نظن انا الطفل هو اللي عنده الحاح انه يكون حاضر. انا عندي واحد صاحبي ثاني نحكيها من سيدي بلعباس ثاني وجاي، عندها 3 ايام وليده طاح تجرح، طاح تجرح وقعد يبكي بزاف هذاك وليده، هذه حقيقه. يبكي قال له واش بيك راك راهي وجعتك راك مضروب؟ قال له لا راني خايف كي تجرحت ما تدينيش الحفل تاع مو يزيد. قال له غير نوض نديك جميل. يعني إذن طبعا راح يكون الاطفال على موعد ابتداء من 9:30 في قاعه ابن خلدون، يعني ابن زيدون يعني مباشره بعد خروجك من البرنامج في رياض الفتح. بالضبط راح نروح مباشره لعندهم الى زيتون، ربما راح تاخر عليهم نوعا ما تاخر شويه ان شاء الله انه، ولكن كاين فريق تما، كاين ثاني الرسم على الوجه، كاين جمع يعني الاطفال راحين يستمتعوا مع مويز. بالضبط كاين رابطه المواهب راحين هما اللي يرسموا الاطفال، راح يكونوا لابسين ثاني دي ماسكوت وكامل راحين يفرحوهم، كاين ثاني اون فونفار ثاني جمعيه ثاني راح يجوا كذلك. يعني كاع الناس بادرت لهذا الحفل لانه مجاني والناس كلها تعمل بالمجان، ماذا بينا تكون هذا البينيفولا هذا حتى نحيي في الجزائري هذيك الغريزه تاع التربيه اللي كانت عندنا احنا اللي تربينا عليها اللي على القدر على الحرمه على يعني عده اشياء اللي ماذا بينا ننميوها في ولادنا. طيب ان شاء الله نتمنى لك التوفيق يزيد انه يكون هذا الحفل بادر تخير ربما الحفلات اخرى حتى يقدر الطفل الجزائري ليس فقط على مستوى العاصمه وحتى ربما انه التجربه تتعمم حتى خصوصا في المناطق الجنوبيه، هذا هو الهدف تاعنا، مش فرصه حتى يستمتعوا مثل هذا الحفل ان شاء الله نتعمم مثل هذا، نروح نزورهم ان شاء الله. هذا وعد، هذا نعم. وعد إن شاء الله من قناة النهار نوعدهم نعم. لحن نزورهم إن شاء الله. الله احنا نفرحوهم اليوم في قاعة بن زيدون ابتداء من الساعة 9:30 صباحا، غدوة تاني كذلك. البرنامج متنوع وإن شاء الله يعجبهم الحال. نعم بحول الله إن شاء الله يزيد، نتمنى لك التوفيق في هذا الحفل، إن شاء الله يكون فيه يعني جمهور كبير يكون حاضر معك حتى يستمتع خصوصا فئة الأطفال. مشاهدينا الأكارم، ما رأيكم أن نرحل بكم طبعا إلى فقرة أخرى ألا وهي طبعا فقرة 7 على 7 زمان، لكن حبيت نسأل يزيد ربما في الصغر ولا حتى في أيام زمان، لأنه هذه الفقرة مخصصة لأنه نعود نرجع المشاهد الكريم الحنين إلى الماضي، الأغاني وربما بعض مقاطع من الأفلام وغيرها، ربما لمن كان يسمع يزيد في القديم، الفنان اللي كان يستهوي يزيد ويخليه يسمع. والله أنا سمعت بزاف المرحوم أحمد وهبي، نعم. ولكن مع الوالد، هذا الشيء اللي حبيت نأكد عليه، أنا كل الموسيقى اللي تعلمتها مع الوالد، لذا هذا نداء للوالدين، سمعوا أولادكم الفن النبيل. أنا تشبعت بالفن النبيل، أحمد وهبي الله يرحمه، سمعت كاع الفنانين الجزائريين، الشيخ المدني، الشيخ حمادة، مع الوالد.
طيب انا مانيش راح نرجع معك كثير للزمن الشيوخ، شوية راح نعاود نرجع بك لسنوات التسعينيات. تتذكر فنانة اسمها سعاد بوعلي؟ بالضبط، نعم. صديقة، طيب أصبحت صديقة من بعد، نعم، طيب خلينا هي نذكره. اعتزلت على كل حال، نعم اعتزلت، لان شفناها في فيديو كليب واحد ثم اختفت. فقدناها نعم لأنها اعتزلت، فعلا وفنانة، فنانة كبيرة، نعم. صوت جميل جميل طيب جدا. خلونا طيب نعم أنا كنت فعلا. صغير على كل حال نعم شوية، ولكن من بعد أنا تعرفت بالفنانة سعاد بوعلي وتعرفت بزوجها وتعرفت بالإنسانة سعاد، نعم وما عندهاش بزاف. سعاد بعثت لي رسالة عبر نعم الفيسبوك، قالت لي أخي يزيد نحن في الخدمة. نعم جميل، يعني ما زالها تتابع المشهد ما الثقافي. زالها تتابع، جميل، وهي كانت صوت يعني جميل، صوت رائع، تمنينا صوت لو كان رائع. ربما بالضبط زدنا استمتعنا ربما بأغانيها. مشاهدينا بالضبط، الأكارم، من 7 على 7 زمان نروحوا فقرة 7 على 7 إبداع. وطبعا يزيد أكيد يعرف فنانتنا اليوم هي مبدعة، لكن ربما الكثير من الناس يقولوا أنه كذبت علينا مرتين في حياتها لما صورت لنا أنه الحياة وردية، وكذلك كذبت علينا لما قالت لنا أنه كل شيء على ما يرام. طبعا love هي your boss نجمتنا، دي نعم يعني عرفتها ربما، هي باينة الفنانة اديت فيها إيديت. فلو